مع تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية في لبنان ومن بينها أزمة الخبز، لم تستطع أفران صيدا القديمة الصمود مع هذه التحديات، فأقفلت أبوابها ولم يبقى منها سوى فرن واحد من أصل 6 أفران. بعدد لك يوم بالأسماء: فرن الأسمر، فرن الساحة، فرن معنية، فرن الأطرق، فرن السبع بنيات بيقولوا له. يعني في تقريبا أكتر من شي 6 فران 7 فران، هن هول معالم أثرية وتراثية بقلب صيدا القديمة، إنه حرام إنه يتسكروا. في مناقيش وخبز وكل شي والعالم كلها بتعرفها وربينا عليها وخلقنا عليها. يعني ها أحد الأفران فرن معنية، هذا بيقولوا له كمان زي بقية الفران سكر من وراء الأزمات الاقتصادية والبلد اللي صارت بالبلد. قديش البلد القديمة هيك بلشت انه اشياء كنت محافظة عليها عم بتزول شوي شوي؟ ايه في اشي، يعني اكبر نموذج هو نموذج الفران عن جد اللي كنا ناخد نفس فيها. يعني اذا مش نحنا ابائنا كان، اذا بتشوفوا لما كان شغال، انا بوعى كنت اصغر من هيك، كان شيء بيشرح القلب. يعني تيجي تشم ريحة منقوشة الزعتر او ريحة الخبز لمنطقة تانية بقلب صيدا القديمة، يصير فيها هيك انه هيدي مصيبة. رائحة الخبز التي كانت تعبق داخل أزقة البلد وزواريبه لم نعد نشتمها سوى من فرن محجوب الذي يقاوم الإقفال، وطبعاً لا يعمل كل أيام الأسبوع بسبب غلاء مادة المازوت وعدم توفرها وانقطاع الكهرباء الدائم. حضرتك من بين الأفران يلي بعدها صامدة بهيدي الأوضاع بالبلد القديمة، خبرنا كيف وضعك اليوم مع هيدا الغلا كله؟ كيف قادر تدبر؟ يعني بتعرفوا بدوش مين يقولكم شو الظروف اللي نحن عم نمرق فيها. فكل شيء يعني اليوم بتشتري، تاني يوم، تالت يوم، يعني الربح اللي بتربحيه تحطيه فرق يومي. الغلا يعني ما بيتصوروا عقل. كنت افتح كل الايام، بس هلا مبدئياً عم بفتح 4 أيام بالأسبوع، لأنه اللي عم بيصير معي إنه عم بشتغل بصرف مازوت، يعني بروح بدي جيب غيرهم عم حط ربحي فرق. يعني طبعاً زي ما بتعرفوا صار في تسعير تام بالأسبوع. أنا بشتغل هون خبز أبيض وخبز قمح أسمر. نحنا صارنا شي 80 سنة، الجد والوالد ونحن مستمرين إن شاء الله. زي ما عرفتوا كمان إنه بالبلد كان في شي 7 أو 8 فران كلهم سكروا، في أنا الوحيد بعدني لحتى يعني الله ياخد أمانته ساعتها منسكر. الله يعطيك الصحة حاج. بعدنا نحن يعني شغل تراثية، بعده يدوي، بعده على البلاط مش اوتوماتيك، يعني كله يدوي. قديش عم بتسعر الربطه وكم رغيف فيه؟ هلا مبدئيا انا بعملها 6 رغفة، انا رغيف سميك وب7000 الربطه، يعني ب7000. وبالنسبه لإلي انا كمكل في اكثر من يعني، لكن الحمد لله ما ماشي الحال. هنا يستعيد محمد جوهر المعروف بجبل ذكريات طفولته مع فرن العائلة الذي كان يعمل فيه مع والده. يتحسر جبل على إقفاله، فهو لم يكن مجرد فرن بل كان جزءاً من ذاكرة المدينة وتراثها، ويتمنى أن يعاد ترميمه يوماً وتعود الحياة إلى الساحة التي سميت على اسمه بفرن الساحة. عم تشوفك هون كاتب وداع عن جبل، خبرنا عن هيدي القصة. يعني هيدي الكلمة آخر ليلة كنت واقف فيها أنا هون بأرض بيت النار، يعني عم بخبز وخلصت شغل، كنت حاسس إنه خلص إنه هالفران مهدد إنه يتسكر، وفعلا تسكر. فطلعت معي جملة هيك، يعني عن جد كنت عم بتركه، وكنت زي ما عم بقول واحد عم يترك ابنه خيه بيه حدا عزيز كتير على قلبه، وكتبت هالجملة هي وحتى صورتها فيديو على تليفوني. كنت يعني مأثر كتير بالموضوع هذا، انه فرن بي اشتغل فيه وعاش فيه وكبرنا فيه ونحنا واخواتي والعائلة كلها يتسكر بهالطريقة السريعة
للأسف يعني. ياريت إذا في حدا بيلتفت ممون أي جهة ممونة أو أي حدا من المسؤولين يلتفت لهيك مصانع مصالح تراثية بالصيدلة القديم يرجع يعيد التأهيل لترجع تشتغل، لأنه عن جد هي وجهة صيدا، وجهة صيدا هالأفران المعامل اللي عم بتشوفوها وبرمتوا عليها كلها. يبدو أن هذه الأزمات المتلاحقة تعمل على إخفاء ملامح المدينة وذكرياتها، لا بل على طمسها والتخلص منها، ولن يبقى منها سوى حارات وقناطر من دون حياة ولا ذكريات.